هنشوف الأول التحذيرات اللي قالها المحامي شريف رسمي على صفحته على الفيسبوك مؤخرا، وبعد كده نشوف القصة المؤلمة اللي نشرها الأستاذ سعيد فايز المحامي. كتب المحامي شريف رسمي: الحساب ده بتاع شاب من أتباع معاذ وداود، وعامل نفسه بنت، وبيدخل للسيدات والبنات، وموجود بكثافة هو ومجموعة زيه وسطنا. رجاء الاحتراس. واديني بنبه تاني، ما تكلميش حد على الخاص انت ما تعرفيهوش، سواء بقى رجل او سيدة، ومن له اذنان للسمع فليسمع. الحساب باسم ماريان لطفي. ايضا نشر التحذير ده هوت تحذير من راهبة مزيفة: سياسة جديدة تستخدمها جماعات الأسلمة في المنيا عن طريق تجنيد سيدة تنتحل صفة راهبة مسمية نفسها الأم إيرين، وبتتصل من الرقم ده اللي هو 012-78-44-711. بتتصل بالرقم ده هوت بالبنات والسيدات وتعرف أسرارهم الدقيقة وتوصلها للشبكة. يبدأوا ينصبوا شبكهم حوالين الضحية بالطريقة اللي تناسب مشكلتها. يا ريت محدش يرد على تليفونات لا كهنة ولا رهبان ولا راهبات ما يعرفهمش. والرابط في أول تعليق، والرابط في إثبات إن واحدة اسمها الراهبة إيريني بتكلم الناس، حتى أورانج إيجيبت بتبلغ عن هذا الرقم إنه في تطفل، وكاتبة 33 تبليغ كمتطفل، خلوا بالكم. أيضا كان في بوست كتبه المحامي الشريف رسمي: الملحوظة اللي لاحظتها وكل يوم بتأكد منها، إن مش بس الإخوان والسلفيين اللي بيحبوا السعودية أكتر من مصر، لأ ده ناس كتير ده العادي بتاعهم، شعارهم الدين قبل الوطن. وتعالوا بقى نشوف القصة المؤلمة اللي حصلت. كان نشرها اليوم 8/9/2023 الأستاذ مكاري عادل. كتب: قصص من الواقع بيحكيها ناس عاشوها، مش مجرد حكايات، دي أحداث حقيقية حصلت، ونتمنى تتشير قدر الإمكان، لعل وعسى واحدة تكون غرقانة في الوحل تشوف قصة منهم وتفوق. وده حصل بالفعل على فكرة، والقصة كان حكاها الأستاذ المحامي سعيد فايز ونقلها الأستاذ مكاري. كتب: على طرف كرسي في مكتبي كانت قاعدة قلقانة، عينها كلها رعب، واللي قاعد قدامي أبوها وأختها الكبيرة. كل محاولاتي إني أخليها تفك شوية ما كانش ليها أي لازمة. صوتي بقى عالي وأنا بقول لهم اطلعوا بره، عايز أقعد معاها لوحدها. خرجوا، قلت لها تعالي بقى يا بابا اقعدي قدامي. قعدت ووشها في الأرض. سكت شوية وسبت أفكارها تجري في راسها وبتخرج من عينيها، ومرة واحدة سألتها: انتي بتحبيه أوي كده؟ لمعت عيناها وقالت لي: اه، وهو كمان بيحبني أوي أوي، ومفيش حاجة ممكن تخلينا نسيب بعض عشان تريح نفسك. ابتسمت، قلت لها: انا عارف يعني ايه حب، فقادر افهمك، بس ينفع افكر معاكي بصوت عالي ونتكلم بصراحة؟ قالت لي: ماشي. قلت لها: سيبك من اختلاف الدين خالص، هو مسلم وانتي مسيحية، ده مش هيشغلني. حبيبتي انتي لسه في اعدادي بتدرسي، وهو مش متعلم خالص، انتي 14 سنة وهو 37 سنة، هو متجوز مرتين ومطلق وعنده عيال، اكبر واحد فيهم 13 سنة، مش جايز يكون اختيارك متسرع؟ مش احتمال يكون عندك فرص احسن؟ وفضلت أقول سؤال ورا سؤال، وكل إجاباتها عاطفية تناسب سنها، لحد لما مرة واحدة في وسط الكلام
قالت جملة، قالت بص بقى، إما هو أو بلاش خالص. وقتها ما فهمتش الجملة أساسا، وكملنا كلام. بعد كده قلت لها طيب ممكن تخرجي وتبعتي لي بابا؟ دخل أبوها، قلت له البنت دي هتمشي تاني؟ فأبوها قال لي مستحيل، بنتي عرفت غلطتها ومستحيل تغلط تاني. المهم أيام وهربت، وكام أسبوع وقدر الأب يوصل لمكان الواد في مطروح، وهناك اتقبض عليه بتهمة التغرير بقاصر، اتحكم عليه ب3 سنين، ولكن عقد الجواز العرفي خفف العقوبة عنه. طب البنت وافقت ترجع؟ الحقيقة أي كلام ما كانش ممكن يكون له صدى عندها، لأن هي كانت حامل، ولما قالت هو أو بلاش كانت عارفة إنها حامل بعد ما فض غشاء بقارتها واستخدمها استخدام الأزواج. لكن قبل ما أبوها يوصلها ب4 أيام حصلت خناقة بينه وبين البنت، فلوسه خلصت وعايز السلسلة الذهب بتاعتها، ولما رفضت لأنها بتاعت جدتها المنتقلة ضربها ضرب شديد سقطت. وحسب كلام البنت معايا قالت كان واهبني من الحب، وفي اليوم اللي سقطت فيه هو كان بيضرب فيا بكل وحشية وأنا غرقانة في دمي، وهو شايف إني على الأرض ساعتين ما اتحركتش منه شعرة، وكان بيعاملني بكل غل وغرور، ولما خاف إني أموت راح بيا لدكتور خاص بعد ما هددني إنه هيذبحني لو قلت إنه سقطني، وإني لازم أقول إني وقعت لوحدي. وقتها قال لي جملة وحشة قوي، قال لي أنتي ملكيش تمن ولا قيمة، ولو ذبحتك بسكينة تلمة أهلك هيبعتولي جواب شكر لأني خلصتهم من عارك. وقتها قدرت أشوف كل كلامك معايا وقد إيه أنا كنت عبيطة وصدقت وحش مستخبي في قناع الحبيب. بس الغريب إني طول 4 أيام لحد لما أبويا جالي ما فكرتش أهرب أو أرجع لناس أنا كسرتهم وخلتهم مذلولين، ولا حتى أهرب للشارع وسط ناس ممكن جدا يكونوا شوية صور متكررة منه. حاجة فعلا مؤسفة، ربنا معاها. لو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وياريت تشيروا البوست ده هوت والفيديو في الجروبات المسيحية بالذات عشان البنات المسيحيات يعرفوا ايه آخرة اللي بتأسلم.